وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أهلا ومرحبا بك أستاذ ضياء. بداية، أنباء عن هجرة عكسية في الموصل في ظل ظروف معيشية صعبة ومعاناة لدى النازحين، كيف ترى تعاطي الحكومة في بغداد مع أزمة النزوح؟ بالبداية تحياتي لكم والمشاهدين. حقيقة ما يحدث في الموصل هذا يحدث من سنوات عديدة. أنا قلت وذكرت في عدة مقابلات تلفزيونية أنه ما يحدث هي عملية مبرمجة لأهالي الموصل، وهذه العملية بمنهج سياسي معين لإخلاء المنطقة من مواطنيها أي الموصل وما حول الموصل، وهذا قاعد يحدث على مد وساق لحد هذه اللحظة، لحد آذار، بداية آذار 4720 جثة موجودة في تحت الأنقاض في الموصل. من هذه 851 طفل، المقصود جثة في هذه المناطق. إذن هذه المناطق مدمرة كاملة، وأهالي الموصل حقيقة ليس لهم إلا عون المنظمات الإنسانية الموجودة والحكومة العراقية وعلى رأسها إيران لا تسمح الدخول بصيغة مباشرة لإنقاذ ما ممكن إنقاذها، وبالعكس إنما هذه الحكومة المتسلطة على أرقاب الشعب العراقي تتخذ القرارات، والميليشيات الطائفية الموجودة حاليا في الموصل إنه أنقذت الموصل من داعش الدولة الإسلامية، والآن أتوا ناس أنذال بالوقت الحاضر، مع الأسف أتطرق لهذه الكلمة، لكن لا يمكن أن توصف وصف لهذه المجاميع باغتصاب النساء وجلب الأطفال وخطف الأطفال. هذه العملية عملية مبرمجة، عملية خارجة عن حقوق الإنسان. ما يحدث في الوقت الحاضر في الموصل مع الأسف نحن نعلم هذا، والمنظمات الإنسانية تكتب وتشرح هذه الأمور لكل المؤسسات الدولة إذا كانت الأمريكية وإذا كانت الدول الأوروبية، ولكن لا توجد. ماذا ستستفيد الحكومة من عملية التغيير الديموغرافي التي تقوم بها في محافظة نينوى؟ ليست في محافظة نينوى، هذه عملية تبديل الديموغرافي، لأنه نحن نعلم أنه الموصل هي مناطق سنية، بعض القرى موجودين وبعض الساكنين موجودين من أخواننا الشيعة الموجودين فيها، بس هي على العموم الموصل تعتبر من المدن السنية ومن المدن المتدينة والمرتبطة بالإسلام أكثر من المدن العراقية مثلها، مثل الفلوجة. الفلوجة أيضا مدينة ترتبط بالإسلام أكثر من بقية التزاميا، يعني التزامها من شعائرها الدينية هي شعائرها الدينية الإسلامية. هذه المدينة لها مواصفات خاصة عند المجتمع العراقي. هذه المدينة هي الذي الجيش العراقي أسس من هذه المدينة، أغلب العسكريين القادة العسكريين من منطقة الموصل. هذا لأن الإيرانيين ينتقمون من الموصل، لأن الإيرانيين فعلا هزموا بالحرب العراقية الإيرانية، ولحد الآن يريدون أن ينتقمون. طيب. من العراق، من العراقيين والشعب العراقي بإذلال قادة الشعب العراقي اللي هي منطقة الموصل. هناك إحصائية رسمية تحدثت عن نزوح نحو 4000 عائلة خلال عام، هذا الرقم الكبير يعني هو تغيير ديموغرافي أم لا بموجب التعريف الدولي للفعل؟ نعم بالتأكيد هذا تبديل ديموغرافي. هذه المناطق الذي نزحوا من عندها ونزحوا إلى مناطق أربيل والسليمانية وكركوك، حقيقة هو هذا التبديل الديموغرافي اللي احنا ننادي فيه من زمان، ننادي فيه أنه راح تحدث ثغرة سكانية في هذه المنطقة، وهذه الثغرة السكانية بهذه المنطقة ستأتي ناس وتسكن هذه المنطقة، وتكون العملية مبرمجة بإسكان السكان الجدد عوضا عن النزحوا من هذه 4000 عائلة. أخي 4000 عائلة إذا تضربها بأربعة وإذا تضربها باثنين راح يطلع عندك عدد رهيب. لا يمكن أنه الحكومة العراقية أن تسكت، بس لا توجد حكومة عراقية، موجودة عصابات وعصابات إرهابية وقمع للشعب العراقي. الحكومة العراقية لو توجد، الرئيس الوزراء كذاب،
عادل عبد المهدي حينما يقول لا توجد المخدرات تدخل من جهة من سوريا وإلى، والمؤسسات الأمنية والعسكرية تثبت أنه 80% من المخدرات تدخل من إيران والبقية من دول الجيران الجوار. هذه العملية معناتها هو كذاب، لا يمكن أنه يتجرأ يقول هذه المخدرات تأتي من إيران. يعني الحكومة الملالي الموجودة والمرجعيات الموجودة في إيران هم أستاذ ضياء، ما يحصل في العراق أنت أشرت إليه أنه تغيير ديموغرافي بحسب تعريف القوانين الدولية، إذن لماذا يسكت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة؟ وهل هناك حسابات سياسية في الأمر أم لا؟ المجتمع الدولي يا أخي لن يسكت عن هذه الأعمال، بس هو الحكومة العراقية حكومة معرقة، الولايات المتحدة غاضة النظر عن الحكومة العراقية والتهديدات التي تحدث. الحكومة الأمريكية أو السياسة الأمريكية لا توجد أكثر من هذه الموجودين السياسيين الذين يحكمون العراق، لا توجد أفضل من عندهم لخدمتهم حقيقة. هذول السياسيين هم يخدمون المصالح الأمريكية أكثر من الأمريكي الذي يخدم المصالح الأمريكية. هم جابوهم دول لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن هؤلاء وتجبر الدول العالم أنه يستقبلون هذه الدولة. ولحد الآن الدولة العراقية في العالم أجمع غير موجودة، في المحافل الدولية غير موجودة، إذا كانت هنا أو إذا كانت هناك، حتى إذا كانت المناقشة عن 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 الوضع الأمني في الشرق ما يسمى بالشرق الأوسط، العراق لم يدعى. يعني حقيقة العراق استهانة دولية، الاستهانة بالعراق كدولة. كان معنا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.